السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، حلقتنا اليوم راح تكون حلقه خاصه حول قضاء ابو غريب. هذا القضاء اللي يكون من اكبر الاقضيه تقريبا بمساحته بعدد سكانه. بالضروره لابد ان يكون هناك تقديم خدمات بهذا المستوى بهذا العدد. الكثير من الأقضية والنواحي في بلدنا العراق شابها الكثير من المشاكل، عدم تقديم خدمات، تساؤلات كثيرة من المواطنين. عقب هاي الحكومات المتعاقبة أفرزت لنا أقضية عملت لأبناء بلد أبناء مناطقها، وأكو أقضية لا ما كانت ذات فعالية. احنا دورنا احنا كقناة اليوم كسلطة رابعة ان نسلط الضوء على كل الخدمات الموجودة ان كانت في بغداد او باقي المحافظات. استضافينا قائم مقام قضاء الزوارق قبل عدة حلقات، وبعدها السيد معاون مدير بلدية بغداد، واليوم راح نستضيف أحد الشخصيات المهمة في قضاء أبو غريب. ضيف حلقتنا هذا اليوم مشاهدينا الكرام الأستاذ المهندس مصطفى حسين الشمري، مدير بلدية قضاء أبو غريب. راح يتم مناقشة الكثير الكثير من التساؤلات اللي تكمن في داخل المواطن اللي ساكن في قضاء أبو غريب، ويتم الإجابة بشكل مباشر اثناء الحوار. نرحب بك اجمل ترحيب استاذ حسين. طيب قناتكم موقره. الله يحفظكم استاذ مصطفى. استاذ مصطفى، يمكن انا باثناء حديث وياك عرفت شنو الاقضيه وشنو عفوا النواحي اللي تابعه الى بلديه قضاء ابو غريب. يا ريت تعرف لنا المشاهد ما هي صلاحياتكم واين تكمن في اي مناطق اللي تكون تحت سلطه بلديه قضاء ابو غريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قضاء أبو غريب لا يخفى على الجميع هو من الأقضية المهمة جدا في أطراف بغداد، أولا لموقع المهم باعتباره البوابة الغربية للعاصمة بغداد، بالإضافة إلى قربه من العاصمة بغداد حيث أنه أقرب المناطق على المنصور والعامرية وغيرها. هذا القضاء قضاء مترامي الأطراف، مساحته 200 كيلو متر مربع. حدود مسؤوليتنا انا كمركز قضاء ابو غريب 37 كيلو متر مربع. طبعا قضاء ابو غريب يشمل القضاء وثلاث نواحي، ناحيه النصر والسلام اللي هي بلديه مستقله، لكن قضاء ابو غريب مركز قضاء ابو غريب يحتوي على ناحيتين، يعني ناحيه عقرقوف وناحيه عقرقوف هسه حاليا، واستحدثوا ناحيه بوابه السلام. جزء من عندها على ناحيه النصر والسلام، والجزء الاخر على قضاء ابو غريب، مركز قضاء ابو غريب. يعني شمال يعني بغداد وين تكون؟ وغرب بغداد وين تكون؟ غرب بغداد، مناطق غرب بغداد اللي هي ابو غريب والنصر والسلام. شمال بغداد التاجي وسبع البور وهذه المناطق، نحن غرب بغداد. نعم. غرب بغداد من ناحيه جغرافيه طبعا. نعم. طبعا القضاء كبير، القضاء بجهود الخيرين بعد ما عانى معاناه بالسنوات السابقة من الإرهاب الذي طال الصغير قبل الكبير. صحيح. الإرهاب الذي لم يرحم أحد. تأثرت مناطق أبو غريب، تأثر سكان مناطق أبو غريب، انعدمت الخدمات في الفترات السابقة، فترات الإرهاب اللي تعرض لها البلد، حال كل قضاء من أقضية بغداد اللي تعرض للإرهاب. لكن بجهود الخيرين نهض على أقدامه من جديد، وبجهود هذا القضاء له أولوية مهمة من السيد محافظ بغداد المحترم السيد محمد جابر العطي، حيث يشهد الآن القضاء حملة إعمار واسعة عن طريق صندوق الإعمار، صندوق إعمار المنطقة المتضررة، بالإضافة إلى حملة تطوير عن طريق محافظة بغداد تنمية الأقاليم. جيد. احنا بقضاء ابو غريب بدينا حاليا بتبليط اغلب الشوارع اللي موجوده. احنا عندنا تقريبا ما يقارب، يعني عفوا استاذ مصطفى، احنا راح نتحدث بشكل اكبر على قضيه خدمات التبليط، لكن قبل ان تفوتني هاي الفرصه بنطرح لك هذا السؤال،
من دخل داعش في قضاء ابو غريب وفعلا هو دخل في كثير من المناطق يعني، وما طلع من منطقه ذا ما افسد بيها. شنو الدوائر او الاماكن اللي تضررت بشكل كبير وتمت اعادتها؟ احنا ابو غريب كان الضرر بي يعني مو قوي 100% مثل باقي الدوائر، لكن شهد شلل تام في حركه الدوائر والاعمار، بحيث تاجل مشروع المجاري الكبير اللي حد الان مشروع المجاري طور الاعلان. تطوير الارصفه وشوارع كان بالخطه اكون مشروع؟ كان من ضمن الخطه، لكن بسبب الظروف الامنيه اللي صارت تاجل مشروع المجاري. حاليا الان مشروع المجاري في طور الاعلان والتنفيذ قريبا جدا ان شاء الله. جميل. هذه يعني بشرى لاهالي ابو غريب انه سيتم العمل بمشروع المجاري قريبا ان شاء الله. ممتاز. يعني كل ابو غريب؟ كل ابو غريب مشمول، كل قضاء ابو غريب مشمول بالمجاري. ممتاز. نعم. ايش قد رصدوا له المبلغ؟ يعني تعرف انه هذا من اختصاص دائره مجاري بغداد. ما متابع لكم؟ متابع لنا، لكن انه انتم جهه مستفيده. جهه مستفيده يعني كقضاء ابو غريب جهه مستفيده. ممتاز ممتاز. ان شاء الله اذا قريبا يرى النور. ان شاء الله. يا الله قريباً. ان شاء الله ونجي نصوركم ان شاء الله وشاعمايكم ان شاء الله. ان شاء الله كل الهلا بيكم انتم كل متابعينا وكل مشاهدينا. ان شاء الله راح تكون حمله اعمار واسعه. هذا شيء يفرح يعني بصراحه. احنا نتمنى يكون كل قضاء بالعراق ما لنا علاقة بالمسميات، ما لنا علاقة يعني يكون يزدهر، حتى يكون أولا من الناحية النفسية المواطن يشوف حالة من الإعمار، أبنية بدأت تصعد، يحس أكو بأنه أكو حياة يعني قادمة إن شاء الله. فعلا صحيح. جميل. من المناطق اللي اكتملت تقريبا، احنا مو نقول بالخدمات كون أكو بعض المفاصل هي ما تابعة صلاحيتكم يعني، مثلا تحدثنا عن المجاري. يعني التبليط نقول هسه احنا ابسط الاشياء نقول هي من صلاحيتكم بشكل مباشر عمليات التبليط. نعم. ما هي المناطق اللي اكتملت؟ يعني احنا مناطق عديده شملتها حمله خطه 2021 منها مناطق واحد اذار والعويسات والبنسيه ومناطق حي الرساله وحي الشهداء، اغلبها تم تبليطه. غواص من يعني عندنا مناطق الدواجن، مناطق شارع احياء في الزيتون، شارع البيطره، هذه الشوارع اللي تم اكساؤها تقارب 323 كيلو متر مربع طول مربع من اصل 1,800,000 متر مربع طول. ممتاز. نعم. لكن تعرف مثل ما تعرف توقفنا هسه حاليا، يعني مو كل الاحياء هي مشموله بالتبليط، لكن توقفنا بسبب مشروع المجاري اللي قريبا ابلغونا بانه راح يجي. يعني وفق مقاييس صحيحه هذا التبليط، انت مهندس. نعم. يعني اكيد. نعم. ف يعني صح انت جزء من العمل، لكن انت اشرافك بالبدايه الشرعي طبعا، وبعدين المهني امانه طبعا. يعني هل هناك عمل صحيح بنسبه 100%؟ ان شاء الله نوصل الى مرحله ما اكون مرحله الكمال اكيد، لكن نوصل الى مرحله الانجاز ان نكون اذا حققنا 90% و80% فاحنا منجزين بهاي الحاله. ممتاز. الحمد لله كل الطرق اللي تبلطت كانت توفق مواصفات معده من قبل تنادر وقبل كشوفات معده من قبل مهندسين، طبعا عندنا مهندسين اكفاء في بلديه ابو غريب وبلديات بغداد، بجهودهم قمنا باعداد الكشوفات ضمن المواصفات الفنيه المعمول بها في الطرق، حيث كل الطرق كما تعلم لدينا يعني مقاطع طوليه ومقاطع عرضيه للشوارع، قمنا بتنفيذ بحذافيرها، وان شاء الله يعني اللي شافت النور هسه الطرق اللي تبلطت كلها خاضعه للفحص، الفحص المختبري. مو قصدنا استاذ مصطفى بعدين نشال بليت، لا كهندسيا كلها ممتاز. ضمن المواصفات الهندسيه. ايش قد تعرف انت سمك 6 سنتيم وعندنا سمك 10 سنتيم. 10 سنتيم. نعم. انتم مقياسكم 10؟ اي عندنا اكساء وعندنا تبليط. تبليط. فعندنا يعني ما عندكم انتم مثلا عندنا الحد الفاصل بين شغلنا وبين ما يقول البعض انه شغل زين لو مو زين، عندنا الحد الفاصل هو الفحوصات المختبريه الهندسيه. نجحت هذه الفحوصات كلها ناجحه والشغل الحمد لله والشكر على شغل المهندسين اللي مشرفين على العمل يعني اكفاء، بالاضافه الى المقاولين اللي اشتغلوا ويانا، يعني مقاولين يعني الحمد لله لديهم خبره واشتغلوا ويانا يعني بشغل يعني يرضي الله ان شاء الله. جيد. هاي الميزانيه تكفي؟ يعني ميزانيات تعرف انت الميزانيات احنا بدنا نشتغل هسه على تنميه الاقاليم. الميزانيات يعني يا دوب تعرف انت الوضع اللي يمر به البلد هسه حاليا، لكن احنا عندنا خطه لتشمل كافه الشوارع الرئيسيه في القضاء.
نؤثث الشوارع الرئيسيه في القضاء واكساؤها. ممتاز. جيد، احنا نتمنى يكون اكتماله 100% ان شاء الله. ان شاء الله. يعني توعدون الناس بابو غريب ديك الساعه يمتى يكمل؟ قلت لك احنا هسه بصراحه تنتظرون المجاري، لكن هسه المشروع المجاري من المستحيل او معيب علينا كمهندسين انه نشتغله بعدين راح نرفع نشيله، فاحنا لازم نكون عندنا فد خطه بلان نشتغل عليه. صحيح، هاي الخطه لازم نشوف المجاري سقف الزمني شو وقت المجاري راح تجي. تمام. كان لانه عندنا معايير نشتغل عليها عن طريق وزاره التخطيط، انه ما يصير انه اليوم انا بلط ورا شهر او شهرين شيء. صح. لكن اذا تاخر مشروع المجاري اكثر من 3 سنوات يحق لي انه انا اشتغل، لان المواطن خو ما يبقى خطي المواطن. اكو شتاء. احنا نعرف انه المواطن يعني هسه اكو ناس بالشتاء كان يعني الشتاء اللي مضى هذا زين، بس اللي قبله يعني الناس تسولف لنا انه الناس كان خطيه يعني ترفع ملابسها يا تقدر تفوت بالشارع، هاي المراه تفوت، الاخت، الزوجه، الام، والبيئه الطبيعيه، بيئه المجتمع. صح. خو ما نبقى مكتوفين الايدي. احسنتم. ارتئينا انه نبلط الشوارع اللي موجوده الى ان يكتمل المشروع. بالنسبه للمجاري استاذ مصطفى، يعني مجاري ابو غريب اصلا ما بيها مجاري لو اصلا ما بيها، بس محطات كل سبت تنج وكذا، سبت تنجات ومحطات رفع ترفع للمبازل القريبه. يعني هذا من ذاك الزمن لهذا الزمن. نعم. ما ابو غريب يعني. نعم نعم، من ضمن الاقضيه التي تعاني من مشروع المجاري صراحه مظلومه. ابو غريب يعني. وسبع البور بعد الحد الان ماكو، يعني اغلبها مكامن مجاريها. يعني اكو يعني انا صار حديث انا وياك قبل الحلقه، اكو بينه بدينا بمشاريع هي بأبنية لدوائر خدمية. نعم. بصراحة جميل. نعم. يعني هذا راح يشيل عن الكاهل الدولة بشكل كبير. نعم. الزخم اللي يصير ببغداد سبب زيارة الأهالي من أبو غريب إلى دوائر رسمية في بغداد. نعم. هذا سبب ان احنا في داخل بغداد أصلا مشاكل، وبالنسبة للمواطن من أبو غريب هاي المسافة اللي يقطعها يجي لبغداد. صح. شيء جميل ان تحولون بعض الدوائر الدوله الى القضاء. نعم. هذه تجربه جيده. نعم. ما هي الدوائر اللي تم تحويل او تهيئه اماكن لهم في قضاء ابو غريب؟ نعم. احنا حتى نخفف الحمل على كاهل المواطن بقضاء ابو غريب ونشيل عنا هاي اللود اللي يصير عليه حضوره من ابو غريب لبغداد لمراجعه الدوائر، فارتئينا انه نسوي مجمع حكومي خلف البلدية، عندنا قطعة أرض تابعة للبلدية، مجمع حكومي جمعنا بيه دوائر الحكومية كلها. فبنينا هسه بدينا إن شاء الله بأربع بنايات، اللي هي بناية البطاقة الوطنية الموحدة. ممتاز. وبناية جوازات موجودة عندنا. إن شاء الله يعني نسبة الإنجاز بهاي الأبنية 75%، وعندنا بناية تسجيل عقاري راح تصير كل زين. غير أكو قديما كانت عندنا بناية تسجيل عقاري لكن متهالكة، راح تصير عندنا بناية جديدة، وعندنا بناية للضريبة هسه نبني بيها. بنينا بناية للقسم البلدي، لأنه أبو غريب مثل ما قلت لك أنا قبل شوية قضاء كبير، فعندنا حي الشهداء الوحدة يراد لقسم بلدي، فارتئينا أنه نسوي قسم بلدي اسمه حي الشهداء. حلو. بنينا نسبة الإنجاز ب 75، هذا يكون خاص على هذه المنطقة، لأنه بصراحة المنطقة من هالقد ما كبيرة، حي الشهداء الوحدة يعادل ناحية كاملة. إيش قد العدد النسمات؟ يعني نسمات كإحصاء دقيق ما عندي، بس يعني أكثر من 70,000 تقريبا. إيه تقريبا تقريبا. ممتاز. هسه عندنا بنايه للضريبه جديده بنيناها، وان شاء الله نسبه الانجاز بها سوصلت 25. زين، عمل مباشر بي يعني يستمر ولا متوقف؟ لا، العمل مستمر بهاي الابنيه، اقول لك وصلت 75 الى 80%. انت كمهندس يعني؟ ان شاء الله يعني في شهر ونص احتمال يكمل. ما شاء الله، جيد. ان شاء الله. جيد. يعني 25% 75%. اي يعني لا، المتبقي 25% بشهر ونص. عمليات الانهاء اللي اي فينشنج الاخير، عمليات الانهاء اللي بقت التسطيح وغير التسطيح. الموظفين شلون اتفقتوا مع الدوائر؟ الموظفين دوائرهم نفسهم راح تنقل من ذيك الدوائر القديمه باعتبارها متهالكه الى هذه الابنيه اللي هم اصلا في بغداد. هم اصلا لا، هم اصلا في ابو غريب. في ابو غريب لكن بنايات متهالكه. لكن ماكو كانت بطاقه موحده. كان ابو غريب مثلا نفوسه يروح الكاظميه او للمنصور او للكرخ. هاي الميزانيه منين؟ هسه ميزانيه عن طريق تمويل عن طريق صندوق اعمار المناطق. ممتاز ممتاز، جيد، احسنتم، بارك الله بكم. الله يبارك. اكو مشاريع استثمار؟ عندنا مشاريع استثمار، عندنا مشروعين استثماري في قضاء ابو غريب، مجمعات سكنيه اللي هو مشروع نجمه بغداد ومشروع مجمع الزيتون السكني. مشروعين استثماريين. كم وحده سكنيه؟ طبعا مشروع نجمه بغداد عندنا مساحته 144 دونم.
عدد الوحدات السكنيه اللي بيه 940 وحده سكنيه. ممتاز. المساحه للوحده السكنيه الوحده 250 متر مربع باعتبار ان احنا قضاء، 250 متر مربع. صح. نسبة الإنجاز بهذا المشروع وصلت 75%. ما شاء الله. مشروع لطيف. كلش حلو لطيف، وحتى الشوارع الداخلية بدينا بتبليطها، يعني مشروع مشروع روعة روعة. زين أنا هذا المشروع هسه افتتحته، طبعا هو أكيد الناس أهل القضاء هم المستفيدين الأكثر يعني. مو بس أهل القضاء، هو ينباع عن طريق البيع المباشر. أحسنتم. أهل القضاء وغير القضاء. لكن أنا مثلا أبو بغداد أروح لأبو غريب إلا كان عملي في أبو غريب. أكيد بحي جذب أكثر عدد من الناس اللي موجودين بأبو غريب، سواء من أبو غريب، من الأقضية القريبة على أبو غريب، من الفلوجة، قام يجي لبغداد باعتبار هذه المنطقة صارت منطقة جذب. أكيد. هذا بالمستقبل تعرف الحالة الاقتصادية شو راح تنمو، المشاريع الاستثمارية تنمو الاقتصاد. المواطن يلقى له سبوبه رزق جديده يشتغل بها. زين عندكم بعد معلومات اكثر عن شلون الاليه مثلا بعد الاكمال المشروع؟ يعني انا كمواطن من اهل ابو غريب دا يباع هسه حاليا بيع مباشر. نعم. بس احنا اللي يخدمنا يعني كقضاء ابو غريب بالاضافه الى بيع الوحدات السكنيه انه اغلب العمال اللي يشتغلون احنا من اهل ابو غريب. وفرنا فرص. صح. عمل لاهالي ابو غريب. صح. يعني المهندس يشتغل من ابو غريب، الطالب، العامل، ابو المحل، ابو البحل. صحيح. ابو المواد الانشائيه كله من غير. الحمد لله والشكر يعني وفرنا. زين انا هسه بدي اقدم مثلا، شلون اقدم؟ تقدم عن طريق عندهم اول شيء عندهم مركز مبيعات خاص بهم داخل المجمع، بالاضافه الى هم مشمولين بالقرض، قرض الاسكان. يعني ياخذ وحده سكنيه يعطونها قرض اسكان ويصير تسديد دفعات عندهم لشراء وحده سكنيه. لشراء وحده سكنيه. اي يعني ايش قد المبلغ طبعا الشقه؟ لان هي 250 متر. اتوقع يعني كان اخر شيء كان 140 مليون. 140 مليون على ايش قد دفعات؟ على ايش قد دفعات؟ ثلاث دفعات. ثلاث دفعات. نعم. يعني ممتاز. هذا اولا يقلل من زخم مشكله هاي الكثافه السكانيه. أكيد. وان يكون شقه بهكذا مواصفاتها ترتقي. طبعا مواصفاتها كلش حلوه. فاليوم ان شاء الله نتمنى عندكم تجون تسوون جوله عندنا، راح تشوفون البناء شلون حلو، تشوفون التصميم من الداخل، يعني فشيء كلش حلو، فشيء نموذجي. وين يصير مكانه؟ مجمع نجبه بغداد، عند مدخل ابو غريب، قبل عند بوابه ابو غريب، يعني قبل شارع الزيتون ب 150 متر. زين. ومجمع نجبه ومجمع الزيتون السكني هذا مقابل البلديه في شارع الزيتون. من الاحياء الجميله جدا. جيد. كله بالمركز. كله يعني. بالمركز. نعم. ممتاز. عندنا مشروع الزيتون السكني طبعا مساحته 250 دولم، اكبر من ذاك المشروع. عدد الوحدات السكنيه 1774 وحده سكنيه، بفلل وببيوت اعتياديه طابقين، مساحه البيت الواحد 252 متر. يعني عفوا هو مو عمودي. مو عمودي لا، بناء. بناء بيوت كلش حلوه يعني. يعني ب 140 140 250 متر 250 متر. مشروع استثماري باعتبار بتخفيضات المواطن كله، وصار عليه جذب كلش قوي، بحيث يعني نجبه بغداد بعد ما بي خلص البيع ما يعني الديزاين مالته يعني يصير نفسه واحد، كله نفس الديزاين، وفتشي كلش حلو يعني. نموذج بيت مكون من ثلاث غرف نوم او اربع غرف نوم، طابقين، حمام، خدمات. سؤال مصطفى، ليش ما سويت عمود؟ ايش عجبك؟ هو كان المشروع الاستثماري، الفرصة الاستثمارية كانت مجمع سكني أفقي. نعم. جيد ممتاز. حلو يعني هذا الشيء إيجابي بصراحة. يعني أن تكون هاي المساحة تعرفها ممكن يعني للطبق البيئة العشائرية. يعني مجمع الزيتون السكني مساحته 252 متر مربع. ما شاء مساحة الله. مع البناء والحوش مالت يعني بنفس نفس المواصفات أو ربما أحسن، راح تجون تشوفون راح تشوفها أحسن. يلا إن شاء نسبة الله. نسبة الإنجاز به وصلت 40%. 40%. 40%. نعم. بس انت تقدر تشتري هاي الوحده السكنيه؟ اي وحده سكنيه. الى حين الى تسدد فلوسها الى ان تكمل المشروع السكني. احسنتم. وصلنا الى مرحله ايضا من ضمن الاستثمار، ان انتم بديتوا تعملون على ايجاد معامل. نعم. يعني سمعت معمل الاكياس النفايات. نعم. شلون كانت عمليه انتاج هذا المعمل؟ يعني معمل اكياس النفايات عندنا معمل مو استثمار، وانما تابع للبلديه بجهود البلديه الذاتيه. ما له علاقه بالاستثمار. ما له شغل بالاستثمار، يدار من قبل موظفين البلديه، موظفين الاختصاص، يعني المسؤول مهندس عندنا وحرفيين موجودين وعمال يشتغلون به. طبعا من المعامل الجيده عندنا ومعملنا. طبعا احنا نعاني من شغله واحده، هي شغله المواد الاوليه. احنا اذا نشتري المواد الاوليه وننتج الاكياس،
ما راح تضاهي طبعا هي من سوق المحلية. السوق المحلي اكياسنا الضاهي بالنوعيه احسن من عده بالنوعيه، لكن نعاني من تكلفتها، يعني يكلفني تقريبا الى 450 الى 500 رولة من 10 كيس. بينما انا بيش ارد ابيعها؟ ابيعها ب 500 ما يصرف لي، 750 انا بالسوق ينباع الصيني ب 500 او الايراني ينباع ب 500. الناس تروح للتجاره. الناس تروح للسوق. احنا نتمنى انه وزاره الصناعه والتقييس والسيطره النوعيه تخلي حد لهذا الحل، انه تشجع المعامل. احنا عندنا اربع معامل اكياس نفايات في بغداد باقضيه بغداد. طبعا هذا المعمل مالتنا الانتاج مالته 2800 كيس بالساعه. ما شاء الله. يعني معمل عملاق. ونتمنى انه تساعدنا باقي الوزارات انه يكون خاطبتوهم. احنا عندنا بيع مباشر خاطبناهم بكتب رسميه، نقدر نبيع لهم نجهزهم لكل دوائر الدوله، باعتبار الشراء يكون من دوائر الدوله احسن ما يكون يشترون من السوق المحليه، يشترون من عندنا. اهم ما حتكون فائده للبلديه وما حيكون فائده للاقتصاد البلد نفسه. هي مشكله استاذ مصطفى، لكن المشكله مقابل الاستيراد اللي هو ارخص من عندنا. ليش اقول استيراد ارخص؟ هو كيس نفايات يقول لك انا بالتالي اخلي به النفايات واخلي. هي المشكله اللي نعاني من عندها، يعني المواد الاوليه الطن مالت الحبيبات نجيبها بسعر يعني كلش غالي، بينما يجينا من ايران او من غير مكان ارخص. ارخص او من الصين. هسه الاكياس اللي قاعده تجينا اغلبها صيني، ارخص من عندي ونفس النوعيه مالتي ونفس القياس اللي انا اسويه. هاي لازم نخاطب الدوله. قضاء هذا يحتاج تخطيط طبعا. ايوه شلون اي بالتاكيد. يعني قضاء بغرب هو موقع مهم بالنسبه لنا بغداد، ويعتبر هو بوابة القريبة ومدخل رئيسي بصراحة. نعم فعلا. ودائما ما يكون الحلقة اللي خارج بغداد أو أطراف بغداد تسبب لنا إشكالية، ما قعدنا حزام أخضر. نعم صح. فتشوف 24 ساعة في بغداد نصير الأتربة يكون الجو جدا مترب. أنتم قضاء أبو غريب عملتوا على قضية إزالة التصحر أو تقليل من مخاطر التصحر. نعم طبعا كنا نعرف الأجواء اللي يمر بها العراق، خصوصا هاي الغبار والعواصف الترابية، فمن خلالها أطلق السيد محافظ بغداد حملة لمحاربة التصحر، حملة الستين يوم لمحاربة التصحر والزراعة بالتعاون بين البلديات اللي في القضاء ودوائر الزراعة اللي موجودة بداخل كل قضاء. عملنا على عمل متنزهات ومشاتل جديدة في أبو غريب. بالنسبة لنا كقضاء أبو غريب قمنا بتحويل متنزه كان مكب للنفايات، قمنا متنزه البطولة قمنا بتحويله إلى متنزه للعوائد. طبعا راح يكمل إن شاء الله أو كمل، بقى اللمسات البسيطة به. هذا تقريبا مساحة 4250 متر مربع، يعني دون مين إلا شوية. كان مكب للنفايات ومرتع للحشرات والقوارض. هسه الحمد لله والشكر على العوائد تجي بيه حتى بالليل بايام رمضان. حلو. كلش حلو كان يعني. بالاضافه الى عندنا اربع متنزهات جديده نشتغل بها في منطقه الشهداء، منطقه الرساله، قلت لك المناطق الكبيره. فبدنا نشتغل على محاربه التصحر. عندنا زراعه الالف شتله، زرعنا الف شتله كل الزين في قضاء ابو غريب. حولنا ساحه مقتربات الجسر الخط السريع للزيتون. أيه. جسر الزيتون كان عباره عن صحراء قاحله، حولناه الى متنزه واشجار بدينا هسه نزرع به. لكن تعرف الحر اللي عندنا موجود هسه، رغم السقي ورغم هاي، لكن الظروف الجويه ما قاعد تتيح لنا انه يلا جاينا الشتاء. ان شاء الله على التاسع. ان شاء الله عندنا حمله تسجيل ان شاء الله على التاسع. جميل. حمله ثانيه وان شاء الله احنا ماشيين بهذا الوقت. ممتاز ممتاز. احنا حتى الاخوان دي يقولون اكو تصير اتصالات يعني على احنا ما منوهين، فاذا خدمتكم ان شاء الله. احنا باشرين بطرح الاسئله على الاستاذ مصطفى الشمري، واذا عندكم اتصالات لا باس ان ناخذ كم اتصال يعني، لان يعني بصراحه عندنا كثير من الاسئله تخص قضاء ابو غريب. نحب نسمع الاستفسار بشكل مباشر من السيد مدير بلديه قضاء ابو غريب ان شاء الله استاذ مصطفى، واذا تحبون ارقام الهواتف اسفل الشاشه. جيد. اذا هي عمليه مستمره، مع العلم قضاء ابو غريب هي ارض زراعيه فعلا، وكثير يعني احنا نسمع معمل البان ابو غريب قبل كنا. نعم صحيح. والبطاله مال الحليب والكذا، هذا ما عاد ينتج يعني فعلا يعني، وهذا هذا هذا محلي ومعروف
درجة النقاء والبيكلاء يعني، ولو هو مختصاصكم لكن أريد نستفسر عن هذا الموضوع شنو؟ معمل الألبان أبو غريب طبعاً وزارة الصناعة أعطته المستثمر تركي قبل فترة، لكن بعد أن اشتغل بيه وخلص العقد مالته ما انتج ذاك الانتاج اللي صح. فما طوره المعمل فالغيت الاجازه الاستثماريه، وهسه ان شاء الله يعني ان شاء الله سمعنا يردون يطلبون المستثمر ثاني. هذا المستثمر اللي دي يجي ما قاعد يطور المعمل بحيث يرتقي به الى ما كان فيه، فقاعد يبقى المستورد ومعملنا باقي على حاله. هذا يراد له وقفه جاده من وزاره الصناعه طبعا مختصاصنا، لكن نقول باعتبارنا كمواطن عراقي يعني ومواطن محترق قلبه على ابو غريب بصوره عامه وعلى العراق بصوره عامه، يعني معمل حليب بلادي او معمل البان ابو غريب هذا الصلحين الكبيرين لحد الان ما شايفات النور مع شديد الاسف يعني. يعني احنا اتذكر كنا في بغداد وبعض المحافظات اشوف هذا الانتاج الضخم من قناني الحليب من الاجبان، يعني حرام حرام ان يكون هذا المعمل أن يتوقف بهالطريقة. مع الأسف كان الحليب المعقم وبطالة الحليب يعني تعرف كان أربع أنواع، دسم ودسم بالإضافة إلى حليب فراولة وحليب موز صحيح. وحليب برتقال، كان يعني فد إنتاج كلش حلو راقي، لكن مع الأسف طبعا أكو موضوع لاخ عندنا احنا وزارة طبعا شيء بالشيء يذكر هو مختصاصي بس لازم واحد ينوه عليه كعراقي كمواطن عراقي. عندنا وزارة السياحة والآثار، تعرف عندنا بأبو غريب من أرقى الأماكن السياحية اللي هو زقورة عقلقوف، لكن زقورة عقلقوف مهملة، المفروض هذا الصلح يصير إضاهي حدائق المدائن ما مهتمين به؟ يعني ماكو ذاك الاهتمام القوي. يعني قبل كم يوم كنت هناك أنا وأحد الأساتذة من وزارة التخطيط، يعني صور البلاط اللي موجود بالأرض حتى الختم الدولة الكيشية موجود به لحد الآن، يعني تباوع على المرفق السياحي، حمامات ماكو، يراد له مطعم سياحي، يراد له تشجير، اجذب المواطن العراقي وين يروح؟ بدل ما يروح لجزيره بغداد او للزوراء عندي هاي الزقوره لا وهذا استقطب، وهذا يصير في مردود ريع اقتصاد للبلد صح كلها تشتغل اذا اشتغل هذا المرفق. وثانيا احنا نتذكر من كنا طلاب بالمدارس بالابتدائيه ياخذون سفرات الى طاق كسرى، الى طاق كسرى وعقرقوف صح؟ وعقرقوف فعلا يعني سفره سياحيه وطلاب سياحي. هذا الطالب اكيد راح يروح له بالدكان له بالمطعم ويجون، هذا اولا انت في الداخل تقدر تستثمر سياحيا فعلا بعيد عن قضيه ان الدول الاجنبيه. عشان اقول يعني هذا الصلح اللي موجود يضاهي قطاع كسرى ويضاهي المعبد مال الناصريه، يعني شنو الفرق عن نفس المعابد ونفس هذا يصير في مرفق سياحي، المفروض هنا تلتفت للجهات المعنيه. هاي دعوه من مواطن بسيط طبعا مو مدير بلديه، مواطن عراقي، يعني من رحنا الدموع سكبت الدموع من عندنا بصراحه على هيك مرفق سياحي، مكان سياحي على هيك مرفق سياحي. احنا مشكله احنا بصراحه استاذ مصطفى، بصراحه احنا بالسياحه جيدين غير نافعين. نعم مع الامانه اي مع الاسف ما عندنا سياحه مع الاسف. بداخل بغداد انا شفت اكو حمله كبيره بصراحه. نعم. التاجي عندك واسط، يعني اكو حركه. نعم. اكو حركه. وين وصلت بوابتكم؟ احنا طبعا من ضمن المداخل اللي حمله تطوير المداخل اللي اطلقتها محافظه بغداد بالتعاون مع وزاره الاسكان والطرق والجسور، من ضمن المداخل المهمه اللي بدا بها العمل هي مدخل ابو غريب بطول 24 كيلو متر طول، يشمل من العامريه الى كليه الزراعه على امانه بغداد، ومن كليه الزراعه الى جسر ابو منيصير حدود بلديه ابو غريب، ومن جسر ابو منيصير الى سيطره التحدي. هذا من عمل بلديه النصر والسلام، بدا العمل الان بالتوسعه ويعني ماشيين الى مراحل الحمد لله والشكر. هذا التطوير لهذا المدخل راح يشمل انه يكون المدخل سايدين ذهاب واياب، بالاضافه الى جزره وسطيه، بالاضافه الى شارع خدمي راح يكون هناك، راح يكون يعني من اجمل الشوارع اللي موجوده، يعني من ممتاز. التصميم مالته اللي موجود من اجمل الشوارع. ايش قد تكلفته؟ تكلفته تقريبا 24 مليار. 24 مليار عراقي؟ نعم 24 مليار عراقي. نعم تقريبا جيد. اي هو يشمل مقطعين فتقريبا 24 مليار. جيد. نعم. يعني استاذ مصطفى عندنا اشكاليه وتتعرفها كل الزين، يعني دائما ما تكون الخطوط السريعه بين المحافظات. نعم. هي عرضه لانهاك
قضية التمليط الشرارة وتشوف هاي التخسفات وحوادث خاصة صح. في جنوب العراق هاي كارثة صارت صح. عندنا بقضية التخسفات خاصة في مناطق أبو غريب هي بوابة الغربية فهذا الحمل والذهاب والإياب عالجتوها أماكن خاصة مثلا احنا عندنا الخط سريع وعندنا الخط القديم الخط السريع اللي سالك هو من بغداد إلى الرطبة زين والحولي مال بغداد يرجعك على اليوسفية وعلى المحمودية هذا كل الخط السريع يعني هذا ما بي توقفات هسه حاليا سيطرة اللي موجودة فوق جسر أبو ميسر انشالت يعني الشارع مرتب الحمد لله القديم كانت بي توقفات تعرف توقف العجلة وحركتها يؤدي إلى تخسفات بالشوارع زين. هذا من ضمن معالجة الشارع اللي راح يصير لي هذا وحتى انه راح نخلي فد محددات السيارات الاحمال اللي تفوت هو هذا هم راح يودينا على هذا نفس السؤال نفس يعني حاسبين الوزن حاسبين الحساب نعم حاسبين الحساب ان شاء الله من ضمن التصميم حاسبين الحساب جيد ان شاء الله يعني ما عندكم فد رنج معين لافتتاحها يعني حاليا ما اقدر اعطيك فد موعد محدد لكن ان شاء الله يعني بس العمل جاري العمل جاري بهسه حاليا جيد موفقين ان شاء الله عندك سيد المحافظ اطلق حملة الستين يوم وينكم بالستين يوم؟ الحمد لله وصلنا إلى مراحل متقدمة لحملة الستين يوم اللي قلنا عليها حملة لمكافحة التصحر يعني قمنا بإنشاء 4 متنزهات جديدة المتنزه اللي قبل شوي ذكرت لك يعني فقط على التصحر الستين على التصحر وبالإضافة إلى تقديم الخدمات تقديم الخدمات رفع احنا أخذنا رفع الكفايات ورفع الأنقاض مثل ما تعرف أبو غريب قبل شوي حضرتك نوهت أنه مدينة منطقة زراعية لكن صار بها توسع سكاني صار بها كثافة سكانية كبيرة جدا هاي الكثافة السكانية تؤدي إلى تراكم نفايات خصوصا احنا نعاني من عدم تعاون المواطن طبعا وعي المواطن في اطراف بغداد يختلف عن وعي المواطن في داخل محافظة بغداد مع جل احترامي للمواطن العراقي المواطن العراقي يلحق علينا وين ما كان لكن اللي دا نشوفه مو ذاك التعاون القوي بيننا وبين المواطن المواطن كل شيء ذبه براس الدولة ما اذا ترجع للحقيقة اذا ترجع للحقيقة المواطن الحاوية مكرم السامع ما النفايات ببابيته ويخلي الجاهل يطلع اذا بالفايات بالقاعد هاي طبعا عندي ملاحظه بي استاذ مصطفى قاطعك بخير ان شاء الله هاي الحاله ترى مو فقط بس بالعراق ذاك اليوم احد البرامج اللي طلع ما فرق ما بين الدول الاوروبيه وما بين العرب الاخ مقدم سعودي فطلع نفس القضيه في الدول العربيه هماتين يمكن اعتقد هو هذا ماكو تثقيف هي ثقافة اقول ثقافة المواطن الوعي بس اكو ناس لا تجيب اماكنها احنا هسه حاليا عندنا يعني بابو غريب صار تقريبا يعني اكثر من كم شهر بدينا بحملة وعي ناخذ منطقة جميل. ونطلع احنا كقسم اعلام وقسم بيئة توعية لهم بالاضافة الى توزيع اكياس نفايات عليهم مجانا طبعا مو بفلوس الكابسه مال النفايات احنا عندنا طبعا الياتنا اللي موجوده ما تغطي القضاء بصوره كم عددكم يعني اليات عندي تقريبا 19 كابسه للنفايات بس اي 19 بتكفي اذا ترجع الحقيقه هاي 19 اليه استهلاكيه يعني عطلاتها دائما تصير عطل تعرف انت يومين لا تجيك الكابسه يومين للبيت تكدست نفايات بابك هذه واحده من المشاكل اللي تصير هاي تخلي المواطن وين ماكو قطعه فارغه يذب نفاياته فعلا هذا ياثر علينا شو يودينا اليا باب ثاني لو يخلينا اطلع شفل ولوري ارجع اشيل النفايات بالشفل ولوري اللي موجوده مو كل النفايات اقدر اشيلها بالكابسه صحيح بالاضافه الى عدم تعاون المواطن اليوم المواطن عنده انقاض بيته دا يبني راح جاب له سياره ما راح ذبهن بمكان مخصص ذبهن باي قطعه فارغه صحيح عليه. طبعا القانون هو الرادع احنا فعلنا قانون الغرامات على قرار 154 للمتجاوزين وقرار 296 يعني كل مواطن يخالف غرامه ماليه لا تقل عن 500 ولا تزيد عن مليونين دينار هذا حتى نرد على المواطن شوي احنا ما نريد نحمله حمل فوق صحيح. لكن احنا كموظفين كبلديه موظفين اعداد العمال اللي عندي ما تكفي انه تغطي القضاء كله يعني حتى لو عندي 100 عامل نظافه يتعامل نظافة طبعا عامل نظافة اللي يقوله مو بس بالشارع يكنس اكيد عامل نظافة عندي كابسة بيها سايق وعمال اثنين صحيح احسب 19 كابسة راحوا العمال مالتي عمال راجلة بالشارع يمشون فما ابقى لازم على كل بيت اخلي عامل نظافة بهالحالة ما راح الحق بصراحة
واحنا تعلمنا 19 سياره قليله، 19 سياره يعني هاي الاليات اللي موجوده عند الدائره البلديه. يعني ما طلبتوا مثل عجلات؟ طلبنا عجلات جديده، لكن تعرف انت بسبب الظروف الميزانيه وعدم توفر تخصيصات ماليه زودتنا المحافظه، زودتنا بكابسات عدد 2 طبعا مشكورين، كابسات 6 طن دخلت الخدمه. ممتاز. فعلنا نظام الجي بي اس حتى نقلل من حركه الاليه. قبل السائق كان مثلا كيف عامل يروح يقعد يروح، تعرف انت وضعيه العامل. هسه فعلنا نظام الجي بي اس، بعد كل الياتنا بيها جي بي اس وبيها مسارات للاليات على شاشه، عندنا نعرف المسار الاليه اليوم اشتغل بهذا المسار، ادى واجبه، اليوم ما طلع عن المسار مالته وما اشتغل بهذا المسار راح يطلع عندنا. فنقدر نحاسب على ضوء بهذا يعني. طبعا تحدثنا عن التجاوزات وهذا راح يجيني الى سؤال اخر. نعم. اكو تجاوزات على اراضي الدوله. نعم. شلون تتعاملون وياها القضاء بغير؟ طبعا نتعامل كل التجاوزات اللي موجوده وفق القانون الموجود، بحيث ندز انذار كمتجاوز. عندنا شغله السكن. انذار محك قاضي لو؟ لا، انذار من البلديه بلدي. من الشعب القانوني انذار. زين. اذا اضطر الامر انه يقيم دعوه بالقاضي، تعرف انت دعوه تاخذ وقت وداخل. صح. لكن مثل عندنا اكو تجاوزات على اراضي التربيه. انطلقت عندنا حملة المدارس على القرض الصيني. احنا من ضمن الأقضية اللي أخذت نسبة كبيرة من المدارس اللي فك هاي الاختناقات اللي موجودة. طبعا ما ننسى جهود القائم مقام وجهود السيد المحافظ يعني الأستاذ عثمان والأستاذ محمد المحترمين، سعوا أنه يكون جزء كبير من هاي المدارس بقضاء أبو غريب. فمن ضمن هاي المدارس اللي عندنا كان بيها تجاوز أهالي قاعدين، كل واحد يعني مو بس قاعد هو البيت، لقينا يعني قطع يعني ثق واعتقد لقينا قطع بانيهم اجرها لغيره رايح لغير مكان هو قاعد. فاضطرينا اعطيناهم انذارات وبعدين انذارات شلناهم حتى نرجع وسلمناها للقرض الصيني. وهسه بدوا تم تفليشها؟ فلشناهم وشلناهم. نعم. اللي تعرف انت اللي ما عنده مكان حاول انه يلقى له غير مكان يروح، ساعدناه احنا مثلا. ما نقدر احنا تعرف احنا عندنا قاعده بيانات للسكن. احنا ما قبل 2016 تجاوزات كسكن ما نقدر نشيلها، لكن ما بعد قاعده البيانات 2016 لا يزال. اطلقنا حمله رفع التجاوزات بعد حمله الشهيد عبير، بعد استشهاد الشهيد عبير اللي بلديه كربلاء. هذه الحمله طبعا اخذت صداها الواسع خصوصا في قضاء ابو غريب، بحيث كانت عندنا منطقه الديوان من المناطق اللي موزعه عشوائي، مو عشوائي، مناطق موزعه بال 1992 موزعه الى موظفين ديوان الرئاسه وموظفين ذاك الوقت. كان مستولي عليه بعض المواطنين بحجه عقود زراعيه لا صحه لها. فقضاء وقانونا قمنا بازاله هاي التجاوز واعدنا معالم الافراز لهذه القطع اللي كانت معالمها مختفيه. ما شاء الله 1870 قطعه سكنيه هسه بدا العمل بها بعد اكمال الافراز وتثبيت معالمه وتثبيت القطع. هسه بدأوا الاهالي اصحاب القطع الشرعيين اللي طبعا عندهم سندات بها بدأوا هسه بالبناء بها في المدينه، يعني الحمد لله يشتغلون بها هسه بناء ايضا. يعني التجاوزات الحمد لله اشتغلنا على رفع التجاوزات. عندنا تجاوزات على الطرق العامه، تعرف انت كل طريقه كل اغلب الناس بدون وعي. اليوم انا عندي تبليط عرض الشارع 10 متر او 8 متر. صحيح. اجيت لقيت عرض الشارع 4 متر متجاوز ماخذ الشارع مسوي حديقه او مسوي جراج سيارته او باني حمامات وباني غرفه مال نوم هنا. فاضطرينا انه كلهم نشيلهم ذولي باعتبار رجعك على بيتك، انت عندك بيت ليش متجاوز بالشارع؟ حتى اقدر اخذ بس استقامه الشارع حققت يا دوب 6 مترات من الشارع اللي عرضه 10. صح. حتى ابدي اشتغل. يعني المواطن شنو ذنبه؟ هذا متجاوز ولا خليت خدمه؟ شنو؟ لا اهم ما عندكم المجال راح تبدي مشروع راح تبدي باكر عقبه حتى المجاري. يعني صحيح. اكو حمله رفع تجاوزات واسعه اذا بدا مشروع المجاري، لانه اغلب الناس بانيه بالشوارع وتعرفت المجاري بالثلث الاول من الشارع. 100%. فشلون راح ابدي؟ لازم اشيل هاي التجاوزات كلها. اكو تعاون تشوفون؟ يعني اكو تعاون، اكو بعض الحالات اكو حالات ماكو تعاون بصراحه. أيه. وصلت الى التهديد والى القتل على التجاوزات. أه. نعم مره من المرات يعني طلعنا حمله تجاوزات جو تجاوزوا على سائق الشفل مالتنا قبل لا كل شيء يسوي له يفلش، طلعوا عليه ضربوا براسه وقتها قمنا عليهم دعوه وبعدين تراضينا وياهم، لان تعرف هم اخونا ومنا وبينا. صحيح. بعد ما تراضى السائق تنازل عن حقه وجينا نعاني معاناه شديده وكلش قويه من ناحيه رفع التجاوزات. يعني مع العلم قوات الامنيه ويانا جيش وشرطه لواء مغاور ويانا، لكن تعرف انت المواطن كل شيء عنده
ماكو شيء اسمه تجاوز، كل شيء مع الدوله مباح عنده، ماكو مع الاسف. صح، مع الاسف يعتبره غنان، يعتبره غنان مع الاسف. وهذا كله يرجع بالبدايه الى تطبيق القانون. احنا لو عندنا قانون من البدايه، هيبه الدوله وقانون موجود عندنا. صحيح. يعني من يتجاوز على موظف اثناء تاديه الواجب المفروض ياخذ جزاء العادل. بالضبط. قبل شو كانت الدول تدار؟ تدار بالقانون. هسه وبعد ترى ماكو واحد احسن من العراق، العراق اللي عندنا الكفاءات اللي عندنا تقدر تعمر العراق هسه، لكن عدم وجود تطبيق القانون. المفروض القانون يطبق هسه. صح، الكل. يعني انا امشي بالشارع هسه اذا اشوف واحد يذهب من السياره لفايات المفروض اني اغرمه، طبق القانون، ماكو غرامه. اي تمام. ليش انا باوع عليه واضحك واسولف؟ صح، كلام منطقي. اجازات البناء استاذ مصطفى. نعم. شلون انا اريد اطلع اجازه بناء وحتى اخذ بها قرض يعني؟ نعم. شلون الاليه؟ الاليه عندنا قسم تنظيم المدن، شعبه تنظيم المدن، يراجع المواطن بصوره رسميه انه يكون السند باسمه، ملك خاص، بيت ملك خاص باسمه، قطعة أرض باسمه، يقدم عليها ويقدم موافقات باقي الدوائر ذات العلاقة، يقدم عندنا استمارة لإصدار إجازة البناء بكل سهولة وبكل سلاسة وبكل شفافية. يجي يقدم عندنا على الاستمارة. تتأخر؟ ما تتأخر، يعني متطول أكثر من يوم أو يومين. ممتاز. بس احنا كبلدية ما عندنا، يعني ما عندنا تأخر بإنجاز المعاملات الإجازات البناء أو نقل الملكية. بدون رشوة؟ الحمد لله مسيطرين، يعني ماكو واحد يقول لك انا معصوم 100%. صح، تبقى. لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بلديتنا من البلديات الجيده الحمد لله. بصراحه اجابه ممتازه. لا ماكو، ما اقدر اقول لك، لانه الانسان يعني الانسان يعني معرض للخطا. صح، ماكو واحد يجوز انا اقول لك ما ياخذ رشوه او فلان ما ياخذ رشوه، بس ما اعرف نفسيته شنو بعدين. النفس اماره بالسوء، لكن الحمد لله والشكر مسيطرين عليهم. الناس اللي عندنا تخاف الله الحمد لله والشكر، ويعني هم ناس اولاد عوائل الحمد لله، كشعبه تنظيم مدن او شعبه املاك، يعني الحمد لله والشكر، يعني متعاملين بشفافيه ويا كل المواطن. يعني اذا هذا طبعا اليوم بيوم الثاني هذا اكيد طبعا يعني. هذا حكي الناس برا، مو انا اذا اقوله، يعني حكي الناس. المواطن من يجي يقول الحمد لله اروح لغير دوائر ما القى ايش تعاون، او اروح لغير دوائر ما اقدر ادخل على مدير بلديه، انا الحمد لله والشكر باب بلديه، مدير بلديه بابي مفتوح 24 ساعه. ممتاز. ما عندي شغله حمايات وكذا وهذه، الحمد لله انا بالشارع 24 ساعه للمواطن. هذا اللي خلانا نسوي علاقات طيبه هسه ويا الناس. اكيد اكيد. الحمد لله. ما كان لله ينمو ان شاء الله. الحمد لله والشكر. يعني حتى لان بدا الوقت ينفذ بصح، ما بقى لنا يمكن دقيقتين. ان شاء الله. عمليه تدوير النفايات وفرزها، لماذا لا توجد في القضاء معامل لتدوير النفايات؟ طبعا يعني نعرف احنا كم قضاء اصلا. طبعا بسبب التوسع السكاني اللي قاعد يصير عندنا ماكو مكانات تابعه للبلديه، لانه المعامل تدوير النفايات بها محددات بيئيه، لازم تكون اقل شيء عن اقرب مدى عن خارج حدود البلديه اقل شيء كيلو وين. فاحنا ما عندنا قطع سكنيه تابعه، عفوا قطع ارض فارغه تابعه للبلديه او للماليه حتى نقدر نحولها ونستملكها ونخليها من ضمن بها هاي المواصفات هسه حاليا، والا احنا ببغى محتاجين بحسب هاي التوسع اللي صاير هسه محتاجين الى معمل تدوير النفايات، لانه بعد سنه او سنتين او ثلاث سنوات ما راح نلقى مكان حتى نجمع به النفايات مالتنا بصراحه. يعني مكان محطه تحويليه نخلي بها نفاياتنا وننقلها. احنا حاليا هسه نعاني من نقل النفايات، نجمعها بمكان تابع للبلديه، قطعه ارض مسيجه نخليها ونرفعها الى قضاء اليوسفيه. عندنا معمل تدوير نفايات تابع الى بلديه المحموديه. هذه المسافة كلها؟ نعم نعم نعم. ننقل هنا هذا جهد واموال. نعم، هو هذا اللي نعاني من عنده هسه، احنا نودي هناك والحمد لله مسيطرين على وضعية القضاء هسه، بس بالمستقبل القريب راح تكون عندنا مشكلة او كارثة بيئية. عندك مشاريع بناء، مشاريع استثمار، مشاريع بناء اجتي، توسع سكن، يعني بس هذا القضاء العفو المنطقة اللي هسه بدي اسولف لك عليها، ديوان الفخرية 1870 قطعة. الله. يعني هذول اذا خلينا نقول 1870 بيت، اذا على 250 متر مو صح، اذا تقسمت اذا كل بيت فيه خمس نفرات كل واحد معدل ما نقول كيلو، خلينا نقول نص كيلو نفايات. تمام. هذا ايش قد راح يطلع نفايات؟ كيلو. يعني اطنان متلله قاعد يعني نطلع احنا يوميا نرفع نفايات من القضاء. الاستاذ المهندس مصطفى حسين الشمر مدير بلديه قضاء ابو غريب، شكرا لك على حضورك، شكرا على هذه الاستفسارات اللي قدمتني اجوبه لها، شكرا لعملكم. انا بصراحه نفتخر ان يكون هكذا عمل، هكذا روحيه بالتعامل مع الاعلام، ان تقدموا خدمات عبر وسائل الاعلام لايضاح او توصيل رسالتكم ان شاء الله، واحنا نكون في خدمتكم ان شاء الله. الله يخليك، شكرا، اشكركم
جزيل الشكر وتحيات مديرية بلديات بغداد لكم الله على وقوفكم ويانا ودعمكم إن الدائم. احنا بخدمتكم وان شاء الله نتمنى زيارات موقعية إن الى قضاء ابو غريب او باقي اقضيتنا لحتى تشوفون المعاناة اللي نعانيها احنا بالاقضية والاطراف. اكيد ان شاء, إن شاء الله. الله. وشكرا جزيلا استاذ ياسر مدير بلدية بغداد ونتمنى لك كل التوفيق. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. التوفيق للجميع. الله يحفظكم. اذا مشاهدينا الكرام في ختام الحلقة قبل تحيات كادر البرنامج الذي أنجز اليوم هذا اللقاء والإخوان في قسم العلاقات السيد لؤي, وشكر لكم مشاهدين الكرام لطيب المتابعة. نلتقيكم بإذنه تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء. تقبلت حياتي أنا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرف. في أمان الله.